رحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله بإذن الله نتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا لأي غاوي مبتدئ. طبعا أنت حضرتك بتروح لغاوي بطل، أول ما بتوصل عنده طبعا عشان تشتري منه حمام، فرايح الحمام اللي عنده، مجرد ما توصل بيديك الحمام في إيدك، تمسكه في إيدك تقلبه، طبعا بتلاقي الحمام ما شاء الله يعني في فرق جامد يعني بينه وبين الحمام اللي عنده. فطبعا أنت بتسأل روحك، الفرد الحمام ده يعني بياكله ايه؟ الراجل المحترم ده بياكل الحمام ايه؟ طبعا انت ممكن تكون محرج تساله هو بياكل ايه او بيدي الحمام ايه؟ طبعا احنا النهارده ان شاء الله هنقول لك باذن الله هو بياكل الحمام ايه وبيدي الحمام ايه؟ عشان ان شاء الله واحده واحده باذن الله زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان الحمام هتديله الخلطات اللي انا قلت لك عليها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، وان شاء الله بنكمل المسيره معاك ونوريك النهارده الخلطه ان شاء الله اللي هي باذن الله برضه بتخلي فرد الحمام صحته تمام، فرد الحمام يرفع عضلات زي ايه؟ زي كمال الاجسام كده. فان شاء الله باذن الله مع بعض هوريك الخلطه هي عباره عن ايه؟ علبه زبادية عادي بتجيبها من السوبر ماركت، زبادي بلدي. خميرة، طبعا الخميرة دي خميرة حمام، بس طبعا انت حضرتك لو معرفتش تجيب حمام الخميرة بتاع الحمام دي بتروح للسوبر ماركت برضو تشتري منه من عنده خميرة كبيرة اللي هي الخميرة الفورية دي، الباكو ب 30 جنيه او ب 25 جنيه بتبقى موجودة يعني في السوبر ماركت. وان شاء الله العلف بتاعنا اللي احنا طبعا عاملينه مع بعض هنحط ان شاء الله بإذن الله الزبادية على الخلطة اهي، نقلبها كويس. الخلطة دي يا جماعة يعني هي يعتبر وجبة متكاملة للحمام. الحمام يعني ايه لما تاكلها للحمام هتلقى الحمام اليوم اللي انت تاكل فيه الحمام هتلاقيه تاني يوم مستني الاكل، يعني زي بالظبط ايه الطفل اللي مستني الحلاوه. خلاص كده تمام. بالنسبه للخميره برضو ايه نحط معلقتين خميره. بسم الله. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا كل يوم ان شاء الله نقول لكم معلومه جديده باذن الله عشان تستفيد برضو. كده الخلطه بقت تمام، بقت 100 100 ان شاء الله. كده خلاص ايه نص ساعه الخلطه دي ممكن ايه تحطها مرتين في الاسبوع، ابتديت احطها مرتين في الاسبوع كده نص ساعة وتحطها للحمام. ان شاء الله الكفة دي باذن الله لما تاكلها للحمام ان شاء الله تلقى فرد الزغلول اكنه ما شاء الله بيلعب حديد زي كوكب الاجسام كده. وان شاء الله باذن الله المعلومة بتاعت النهارده انا عايزك لما تلاقي ان شاء الله الفرد الزغلول يكون يعني من اول ما الفرد الزغلول يبدا يطلع عريش كده فرد الزغلول بيبان ان هو بطل او مش بطل، بتلاقي الفرد الزغلول كل يوم عن يوم صحته حلوه بيتحسن تمام. لو لقيت فرد الزغلول بعد ما يربي ريشه يبقى تمام لقيته مش بطل، انت يعني انت بتشوف فرد الزغلول كده بيبان من الاول كده اخلص منه اذبحه كله، لان طبعا هيبقى عندك عدد حمام على الفاضي ما يعني في الاخر هيخزي لك الفرد الزغلول ده، هو بطل البطل بطل من يوم. يعني انا المعلومه بتاع النهارده ان انت تختار الفرد الزغلول من يوم هو ما شاء الله ماشي معاك تمام وصحته تمام انت شايف الفرد يعني انت لازم تبقى انت يعني ايه لماح زي ما بنقول، يعني شوف فرد الزغلول لقيته بطل لقيته تمام تسيبه تجيله
المكان اللي انت ايه خلاص بقى تقرب فيه وتظبط في العمل. لقيته من الاول تعبان ومريض اخلص منه، ما تعمليش عدد حرام على الفاضي، لا ده من الاول خالص اخلص منه. دي المعلومه اللي انا عايز اوصلها لك النهارده، ان انت برد الحمام الزغلول ما تسيبش الفرد الزغلول معلش يبقى كاشش صحته تعبانه الي الجثه تعبانه وتنقله وفي الاخر تقول ايه لا ده الفرد الزغلول ده ما حققش معايا، لا انا عايز فرد الزغلول من يومه ويبقى بطل. انت طبعا بعينك هتشوف هتعرف ان هو بطل وهتعرف ان هو تمام التمام. هتبدا ان انت ايه ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله هوصل لك بقى معلومه ازاي ان انت ان شاء الله من يوم ما الفرد الزغلول يبدا يطلع ريش هنبدا نمشي معاه برده واحده واحده، ان انت ان شاء الله باذن الله تخليه برضه تخلي تمام التمام وهتمشي معاه برضه مع فرد الزغلول واحده واحده لغايه ان شاء الله ما يبقى بطل. دي المعلومه اللي كنت عايز اوصلك النهارده، وان شاء الله باذن الله لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك وفعل زر الجرس واعمل اعجاب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.